السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده تجميعه السيستات، احنا اخدنا السيست على كام فيديو؟ اخدناه على 5 محاضرات. اوكي، النهارده دكاتره باذن الله هنبدا الفيديو بان احنا هنعمل مراجعه كده على السريع، او ممكن نقول تجميعه مثلا الايدج، تجميعه للسكس، تجميعه لاهم الحاجات اللي نقدر نجمعها بالنسبه للسيستات. طبعا بقى الهيستوباثولوجي والكلام ده دي ملهاش تجميع خالص، دي بتتطلب منكم كل واحد يذاكر كويس وهتلاقوا الامور بسيطه وسهله. نفس الفكره برضو مع الاكس راي، الراديولوجي فيتشر والكلينيكال برزنتيشن، احنا اعتقد ان احنا ظبطناها قوي خلال الشرح. بس احنا هنظبط ايه؟ الايدج، عشان مثلا الحاجات اللي بتتنسى زي الايدج، السكس، مين اكتر في ميل ولا ميل، الحاجات دي هي اللي ممكن تتنسى. فاحنا ان شاء الله هنجمعها مع بعض النهارده بالنسبه لجميع السيستات اللي احنا اخدناها. اوكي يا دكاتره، نفتكر مع بعض احنا اخدنا ايه. اول فيديو اخدنا 4 انواع من السيستس، كانت عباره عن انفلاماتوري اودونتوجينيك سيست. خلصنا من اول فيديو، قمنا داخلين على الفيديو الثاني والثالث، وكان عباره عن 9 ديفلوبمنتال اودونتوجينيك سيست. وفي اخر الفيديو الثالث بدانا فيه النون اودونتوجينيك سيست، اخذنا منه نوعين. حد فاكر؟ النيزو بلاتاين داكت سيست والميديان بلاتاين، ده كان اخر نوعين في الفيديو الثالث، وكانوا اول نوعين بالنسبه للنون اودونتوجينيك ترو سيست. في الفيديو الرابع دكاتره كملنا باقي انواع النون اودونتوجينيك ترو سيست، وكانوا 7. يبقى الوقت يا دكاتره احنا عندنا 4 انفلاماتوري، بعد كده عندنا 9 ديفلوبمنتال، بعد كده عندنا 9 نون اودونتوجينيك، يبقى كده كام؟ كده لحد الوقت 22. بعد كده دكاتره في اخر فيديو معانا وهو المحاضره الخامسه اتكلمنا فيها عن السودوسيست، وكانت عباره عن 5 انواع، يبقى 22 و5 يبقى 27 نوع. احنا عندنا 27 نوع سيست اتكلمنا عنهم بالتفصيل وفهمناهم مع بعض وشرحنا كل واحد فيهم بالتفصيل الممل. المفروض يا دكاتره تكون الامور دي سهله بالنسبه لكم وبسيطه. دلوقتي بعد الانترو اول حاجه هعملها ان انا هجمع الايدج، بعدها هجمع السكس، بعدها كده هجيب كذا لقطه على ال5 محاضرات، بعد كده يا دكاتره هنجيب الشغل العملي بتاع اسيست. هنتكلم يا دكاتره عن البراكتيكال سلايدز بتاعه اسيست. ان شاء الله بعد ما الفيديو ينزل هكتب لكم تحت في اول كومنت او في الديسكريبشن ايا كان، العملي بيبدا من الدقيقه كذا، عشان برضو الدكاتره اللي هيمتحنوا عملي وعايزين يدخلوا على العملي على طول هكتب لكم بالظبط هي في الدقيقه او الثانيه كام. اتفقنا يا دكاتره؟ يلا بينا بعد الانترو هنبدا ان شاء الله التجميعه بتاعتنا. يلا يا دكاتره، من ضمن ال 27 نوع من السيستات اللي احنا اخدناهم، في منهم 9 جه فيهم بشكل مباشر الايدج بتاعتهم، قال لك من كذا لكذا واقل من كذا وهكذا. اوكي، فالوقت يا دكاتره سيبكم من دلوقتي، الوقت احنا نتكلم عن الايدج. عندنا 9 المنهج اتكلم عنهم بشكل مباشر ان هم من كذا لكذا، تعالوا بقى نعرفهم. بصوا يا دكاتره، اول واحده كلنا عارفينها من 20 ل 60، وطبعا الرقم ده محدش هينساه، رقم مين؟ عمرو دياب، تمام. بعد كده دكاتره عندنا من 40 ل 60، بعد كده دكاتره عندنا اقل من 40، تمام. طب انا افتكر الترتيب ده ازاي؟ افتكروا ده 20 60 ده محدش هينساه خالص، عملنا ايه؟ ثبتنا ال 60، ثبتنا ال 60، قمنا مزودين 20 بقت من 40 ل 60، اتفقنا؟ تمام. والوقت يا دكاتره قمنا جايبين ال 40 دي قلنا اقل من 40، يبقى الوقت احنا عملنا ايه؟ ثبتنا 60 وقلنا من 20 ل 60، بعدها 40 ل 60، بعد كده اقل من 40، تمام؟ طب اللي بعدها؟ اللي بعدها لو تفتكروا يا دكاتره في اول الفيديو الثاني او المحاضره الثانيه كنا اخدنا حاجه بنقول فيها ان هي نص العمر بتاع الراديكولر، الراديكولر كان من 20 ل 60، نص العمر بتاعه كام؟ من 10 ل 30. فاكرين الدنتجرس؟ دي اللي هنقولها دلوقتي. احنا عندنا هنا 10 ل 30، بعد كده عندنا يا دكاتره من 10 ل 40، يبقى انا ثبتت هنا مين؟ انا كده ثبتت ال 10، تمام؟ بعد كده يا دكاتره اقل من 30، تمام؟ انا عايزكم تحفظوها بالترتيب عشان دي طريقه سهله،
عشان افهمكم دلوقتي الامور ماشيه ازاي. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم 20 60 40 60 اقل من 40، ثبتنا مين؟ ثبتنا 60. 10 30 10 ل 40 اقل من 30، ثبتنا مين؟ ثبتنا ال 10. تمام، قمنا جايبين ال 30 قلنا اقل من 30، فاحنا هنا قلنا اقل من 40 اللي هو الثاني، هنا قلنا اقل من 30 اللي هو الاول، هنا ال 40 دي رقم 2 ده رقم 2، هنا 30 رقم 1، هنا 30 و 40 ده رقم 1. تمام، عايزين بقى نعرف كل نوع فيهم بيندرج تحته ايه. من 20 ل 60 يا دكاتره بيندرج تحتها نوعين، من 20 ل 60 بيندرج تحتها نوعين، 40 ل 60 يندرج تحتها نوعين، اقل من 40 يندرج تحتها نوعين. اما دكاتره بالنسبه ل 10 30 نوع واحد، 10 ل 40 نوع واحد، اقل من 30 نوع واحد. من عشان كده خليت دول مع بعض فوق ودول مع بعض تحت. تمام، الترتيب ده اكتبوه عندكم، هتبصوا له مره في الثانيه في الثالثه هتلاقوا الامور بقت بسيطه وسهله. ثانيه واحده، هنبدا الاول يا دكاتره كلامنا ب من 20 ل 60 ده كان مين؟ ده يا دكاتره بنقول عليه رادي لاترال. رادي لاترال، مين رادي؟ اللي هو راديكولار. نعملها بالاسود، اللي هو الراديكولار كلنا عارفينه، اول نوع ده مستحيل حد ينساه. رادي لاترال، مين اللاترال؟ لاترال برودونتال سيست. يبقى دكاتره عندنا راديكولار وعندنا اللاترال برودونتال سيست، ده أول حاجة معانا. طب بالنسبة لـ 40 لـ 60 بنقول عليها يا دكاترة شخص الأدلت بل النوز، بنقول عليها كده أدلت بل النوز، راجل أدلت بل النوز بتاعته، أدلت يبقى جينجيفال سيست أوف أدلت. تمام، دي الوحيدة اللي أخدناها كده. طب بل النوز، بل اللي هو بلطاين، نوز اللي هو النيزل، يبقى نيزو بلطاين صح؟ يبقى دلوقتي يا دكاترة بالنسبة لدي هيكون عندنا نوعين، النوع الأول هو مين؟ هو الجينجيفال سيست اوف ادلت. النوع الثاني يا دكاتره هو مين؟ يلا حد يقول معايا. الشخص الادلت عمل ايه؟ بل النوز، يبقى نيزو بلاتاين. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اجمع لك الاثنين مع بعض عشان ما تنسهمش. جمعت لك الاثنين دول مع بعض تحت بند ال 20 60، جمعت لك الاثنين دول مع بعض في جمله واحده تحت بند 40 60، فهمت الفكره؟ يبقى ده رادي لاترال، هنا الشخص الادلت عمل ايه؟ بل النوز. انا اسف ان انا ماشي بالطريقه دي بس مش هتحفظوها غير كده، فعشان نسهل الامور على بعضنا. بعد كده يا دكاتره عندنا اقل من 40، مين النوعين الاقل من 40؟ نوعين بنقول عليهم التروما اتكلست. التروما ايه؟ اتكلست، يعني في كالسيوم متكون عليها، تروما تروماتيك صح؟ تروماتيك بون سيست. اما اتكلست اللي هو الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست، حلوه دي. يبقى احنا عندنا التروما اتكلست، تمام، هيبقى التروماتيك بون سيست، وهنا دكاتره هيكون كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. اتفقنا دكاتره كده، خلصنا من 6 انواع وعرفنا كل نوعين بيندرجوا تحت رقم ايه. هرجع اقول تاني، انا اسف ان انا ماشي بالطريقه دي، طبعا خلال الخمس محاضرات اللي حضر معايا الخمس محاضرات النظريه عارف ان دي مش طريقتنا خالص، طريقه شرح وفهم وكله زي الفل. بس هل هنا حاجه بتتفهم؟ للاسف مفيش، دول ارقام بتتحفظ. فانا بفهمكم في المحاضرات النظريه والحاجات التجمعات اللي شبه دي، السلايدات العمليه بنحاول مع بعض نحفظهم بطريقتنا، انا طريقتي كده، نقعد نجمع بالشكل ده بالنسبه للحاجه اللي محتاجه حفظ. الفهم فهم مفيش جدال فيه، الحفظ بطريقتنا بقى، انت جيت لنا في حتتنا. اتفقنا؟ يبقى كده يا دكاتره خلصنا من 6 انواع وعرفنا كل واحد فيهم ماشي ازاي. 20 60 40 60 اقل من 40، رادي لاترال وعمك الادلت اللي بل النوز بتاعته وصاحبك اللي هو ايه؟ تروما اللي اتكلست. تمام تمام، يلا بقى عشان نخش على البند اللي تحت عشان ما نضيعش وقت في فيديو النهارده. عندنا من 10 ل 30، عندنا 10 ل 40، عندنا اقل من 30. مين النوع اللي بيندرج تحت 10 ل 30؟ لسه قايلها من شويه، اللي هو دكاتره الدنتجرس. فانتوا افتكروا اللي هو اول واحد في الفيديو الثاني، يبقى السكند ليكتشر فيرست 1، كان اول واحد اخدناه في المحاضره الثانيه. تمام اوكي، يلا عشان نخش على اللي بعده اللي هو من 10 ل 40. مين يا دكاتره اللي كنا اخدناه بنقول عليه ان هو من 10 ل 40؟ انا فاكر ده كنا اخدناه في اخر المحاضره الثانيه. يبقى دلوقتي 10 30 اول المحاضره الاولى وده اخر المحاضره الثانيه، مين كان اخر واحد اخدناه في اخر المحاضره الثانيه؟ يلا يا دكاتره، كان الاودونتوجينيك كيراتوسيست. يبقى هنا عندنا الاودونتوجينيك كيراتو سيست، ده كان اللاست 1
اخر واحد في السكند ليكتشر. انا قاصد ان انا اعملها كده عشان تفتكروا معايا. اخر حاجه يا شباب وهو اللي اقل من 30، مين اللي كنا اخدناه اقل من 30؟ كان نوع بنقول عليه انيوريزمال بون سيست. فاكرين انيوريزمال بون سيست اللي هو عباره عن سودو سيست، عباره عن كافيتي مليانه بلد؟ فاكرين اخدناه الفيديو اللي فات. فالنوع ده يا دكاتره عباره عن الانيوريزمال بون سيست. اتفقنا يا دكاتره دول 9 انواع من السيستات اخدنا فيهم الايدج بتاعتهم بالتفصيل، قالوا لنا من كذا لكذا ده الرينج بتاعها. اتفقنا ده كده يا دكاتره 9 انواع وعرفنا كل واحد فيهم ماشي ازاي. ده مهم، ده مهم، ده مهم، كلهم مهمين. تمام كده خلصت من الايدج، تجميعه الايدج زي الفل. اكتبوها، خدوا سكرين الاول تمام سكرين شوت، بعد كده يا دكاتره همسحها وندخل على تجميعه الايه السكس الميل ولا في ميل. يلا يلا يا دكاتره عشان نتكلم عن تجميعه السكس ميل ولا في ميل. هقول لكم على اللي اتقال فيهم بشكل مباشر، ميل اكتر ولا في ميل، هل ميل بيساوي في ميل ولا في ميل اكتر من الميل. تعالوا نشوف الكلام ده. في انواع ما اتقالش فيهم السكس خالص، الانواع دي ما لناش دعوه بيها تمام. احنا بنتكلم على الانواع اللي اتقال فيها مين اكتر، الانواع اللي ما اتقالش فيها ماليش دعوه بيها برايه تمام. تعالوا نتكلم على مين، على مين اكتر بالنسبه للسكس. بصوا يا دكاتره الميل دايما في شطر سيست اكتر من الفيميل، يبقى على طول افتكروا اي نوع هتاخدوه الميل اكتر من الفيميل، ما عدا في اربع حالات. في حاله بيكون الفيميل بيساوي الميل، في ثلاث حالات بيكون فيهم يا دكاتره الفيميل هي اللي اكتر من الميل. بالنسبه لي الفيميل بيساوي الميل كلكم عارفينها من المحاضرات النظريه لما كنت شاورت لكم هنا، ده اسمه ميديان. يعني يا دكاتره هو ده شخص محايد، محايد ما بين الميل والفيميل. انا هنا زي هنا بالظبط، كان ده مين، ده الميديان مانديبولار سيست. يبقى الميل بيساوي الفيميل اتقالت بشكل مباشر مع الميديان مانديبولار سيست. اتفقنا يا دكاتره؟ اتفقنا. يبقى هنا ميديان مانديبولار سيست. طب بالنسبه يا دكاتره للفيميل اكتر من الميل في ثلاث حالات، مين هما؟ اول واحده يا دكاتره لو تفتكروا موضوع السيست اللي كان بيحب يعمل نفسه متميز، حد فاكر مين النوع ده؟ النوع ده يا دكاتره كان الكالسيفاينج. افتكروا كالسيفاينج عايز يبقى متميز. ليه هو عايز يبقى متميز؟ لان هو يا دكاتره فاكرين موضوع الكالسيفاينج يعني هو بيكون فيه مناطق بيضاء، فهو حتى تميز في الحته دي. فانتوا عشان تفتكروا دايما مين الشخص اللي عايز يتميز، هو الشخص اللي عمل تكلس، هو الشخص اللي عمل مناطق راديو بيك تمام اوكي. فهنا يا شباب بالنسبه لاول نوع هو الشخص الكالسيفاينج، كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست تمام، سي او سي كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. تاني نوع يا شباب وهو مين، وهو النيزوليبيال. يبقى اول واحد الكالسيفاينج، تاني واحد هو النيزوليبيال. حد فاكر النيزوليبيال ده كان بيجي فين؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس النيزوليبيال كان ليه مكان معين. ها حد فاكر في الكومنت تحت؟ انا محتاج حد يقول لي هو كان موجود فين. فتاني واحد يا دكاتره هو النيزوليبيال. عايزكم دايما كده تركزوا معايا وعلى طول ذهنكم صاحي معايا تمام. ده تاني نوع. تالت نوع يا شباب وده اللي اخدناه الفيديو اللي فات اللي هو الانيوريزمال. الانيوريزمال بون سيست برضه بيحاول يعمل نفسه متميز، وهناخدها الوقت بالنسبه لي السيمتومز بتاعته ان هو برضه هيكون عنده فيميل اكتر من الميل. فهنا الانيوريزمال برضه التجميعه دي اعملوها عندكم، يبقى كده كله ميل اكتر من فيميل ما عدا هنا وما عدا هنا. اتفقنا؟ يلا نمسح السكس ونخش على اللي بعده. يلا دكاتره عشان نتكلم عن السيمتومز الاعراض، يعني الشخص ده ممكن يشتكي من ايه. الشخص ده دكاتره ممكن يشتكي ان مفيش اصلا بين، بس هو بيكون في بون سويلنج مثلا، في انتفاخ، في اي مشكله، في اسيمتري موجوده في الفيس بتاعه. بس هل الشخص نفسه بيشتكي من الم؟ احنا متفقين ان السيست بينلس اكسبت لو كان انفكتد صح، دي حاجه احنا عارفينها. السيست ماله بيكون بينلس، يعني يا دكاتره نو بين اكسبت ما عدا في حاله واحده الا اذا كان انفكتد، او ممكن لو كان كبير شويه فبيضغط على النرف. بس خلونا هنا، مين بقى النوع يا دكاتره اللي قلنا فيه بشكل دايركت ان النوع ده بيكون بينفول؟ هو الانيوريزمال. الانيوريزمال يا شباب ودي بتيجي في الام سي كيو يقول لك هل هو بينفول ولا بينلس، سيمتوماتيك ولا اي سيمتوماتيك، هتقول لي على طول ان هو بينفول. مين النوع اللي بيكون بينفول يا دكاتره؟ هو الانيوريزمال. اتفقنا دكاتره النقطه دي نركز فيها تمام. يبقى الانيوريزمال بيكون بينفول. برضو في معلومه تانية قلناها على الانيوريزمال هي
خاصية خاصة به هو، ألا وهي إن هذا الأنيوريزما البونسيست يا دكاترة بيكون برضه بجانب إن هو بينفل بيكون رابد جروينج، ودي برضه الوحيد اللي أخدناه بالشكل ده. يبقى دكاترة الأنيوريزما اللي أخدنا فيه حاجتين كده مميزتين، أول حاجة إن هو بينفل، تاني حاجة إن هو رابد لجروينج، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. النوع الوحيد في 27 نوع اللي قلنا فيهم إن هو رابد جروينج، النوع الوحيد اللي قلنا فيه بشكل دايركت كده إن هو بينفل، أول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم سيمتومز بينفل على طول، هو هذا الأنيوريزما. تمام، ده بالنسبة للسيمتومز. تمام، اتفقنا عليها. تمام، يلا عشان نخش على بعده. كان في ثلاث انواع اتكلمنا فيهم عن عدد اللايرز بتاع الابيثيليوم، همسح بس جزء البورد ونتكلم على عدد اللايرز. والله دكاتره كان في ثلاث انواع اتكلمنا فيهم عن عدد اللايرز بتاعه الابيثيليوم. دلوقتي انا بتكلم عن ابيثيليوم، يبقى احنا هننسى السودوسيست. السودوسيست اللي هو عباره عن النوع الذي لا يحتوي على ابيثيليوم، انسوه. في اول اربع فيديوهات يا شباب اتكلمنا عن ثلاث انواع، الثلاث انواع دول يا دكاتره اتكلمنا فيهم عن عدد اللايرز بتاعه الابيثيليوم. اول نوع وهو الدنتجرس، لو تفتكرهم هنمشي بالترتيب، اول نوع وهو الدنتجرس. بعد كده دكاتره اتكلمنا عن صاحبك اللي هو الاودونتوجينيك، اهو كيراتو سيست. بعد كده دكاتره النوع الثالث كان عباره عن الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. لو حد يفتكر يا شباب بالنسبه للدنتجرس سيست، فكان معروف من 2 ل 4 لايرز، دي حاجه معروفه بالنسبه للدنتجرس من 2 ل 4 لايرز. حد فاكر الشكل بتاع الدنتجرس كان عامل ازاي؟ اهو يا دكاتره كان شكله عامل كده، هنا موجود كونكتيف تيشو، هنا موجود الابيثيليوم، وهنا موجود اليومن. فاكرين صاحبك ده كان عباره عن الكولومنر سيلز اللي معاها اسيليا، وكان هنا يا شباب الميوكوس سيكريتنج سيلز، الجوبلت سيلز، ده كان الشكل بتاع الدنتجرس. تمام، كنا بنقول ان عدد اللايرز هنا من 2 الى 4 لايرز بالنسبه لصاحبك ده اللي هو مين، اللي هو الدنتجرس سيست. اما يا شباب بالنسبه للاودونتوجينيك كيراتوسيست، كنا اخذنا فيه ان بيكون عدد اللايرز اللي فيها دكاتره من 6 ل 10 لايرز، هنا من 6 ل 10 لايرز. حد كان فاكر شكلها عامل ازاي؟ هنا دكاتره موجود اليومن، وهنا موجود خلايا كولومنر بالشكل ده. فاكرين كانت الانويه هايبر كروماتيك، فاكرين يا دكاتره؟ وهنا بقى عدد اللايرز بيفضل ماشي لحد ما يوصل للرقم ده من 6 ل 10، وهنا دكاتره موجود مين؟ هنا موجود اليومن. فاكرين الكلام ده؟ تمام. اما يا شباب بالنسبه للنوع الثالث وهو الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست، ده كان شكله معروف واحنا عارفينه، بيكون يا دكاتره عدده من 6 الى 8 لايرز. كان شكله عامل ازاي؟ كان يا دكاتره بتلاقوا هنا كونكتيف تيشو، تمام، وبتلاقوا هنا صاحبك اللي هو الاميلو بلاستيك لايك سيلز، وبيكون عنده ريفرس بولاريتي، حد فاكر؟ وكمان يا شباب بيكون عنده ستيليت سيلز، وكمان يا دكاتره كان موجود هنا، حد فاكر؟ الجوست سيلز. فاكرين الجوست سيلز يا دكاتره؟ اللي هي عباره عن الحاجه التي لا تحتوي على انويه، وكان موجود هنا صاحبك اللي هو مين؟ صاحبك اللي هو اليومين. اوكي يا دكاتره، فده كان الشكل اللي موجود معانا. افتكروا بقى عدد اللايرز 2 ل 4، ده مميز جدا بالنسبه للدنتجرس عارفينه. بالنسبه للاودونتوجينيك كراتوسيست كان من 6 ل 10. افتكروا دايما ان احنا بنثبت الستة عشان ما تنسوش. الاودونتوجينيك كراتوسيست 6 ل 10، بعد كده نزلنا ب 2، خدنا في الكالسيفاينج ان هو من 6 ل 8. تمام يا دكاتره، ده برده كان التجميعه بتاعت عدد اللايرز بتاعت الابيثيليوم. اتفقنا يا دكاتره؟ زي الفل، نمسح دي ونتكلم في اللي بعدها. يلا يا دكاتره عشان نتكلم عن اخر جزئيه. اخر جزئيه احنا كنا سمعنا قبل كده مصطلح مايكروسيست. مايكروسيست ده يا دكاتره كنا اخدناه في مكانين بس، المكان الاولاني هو اللاترال بريدونتال سيست، المكان الثاني والاخير هو الاودونتوجينيك كيراتو سيست. يبقى الوقت لو حد سالني سؤال المايكروسيست دي انا ممكن اشوفها فين، هتقوم قايل لي في مكانين، المكان الاول وهو اللاترال بريدونتال، المكان الثاني يا دكاتره هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. اتفقنا يا شباب؟ النقط مهمه. طب تعالوا كده عشان ننهي خالص التجميعات بتاعتنا نتكلم عن الاودونتوجينيك كيراتوسيست الهيستوباثولوجي بتاعتها كانت عامله ازاي، لان هي مهمه، وبرضه اعملها لكم في صوره تجميعه. الهيستوباثولوجي يا شباب بتاعت هذا الاودونتوجينيك كيراتوسيست كنا بنجمعها في الجمله التاليه: الكيراتوسيست ده شخص خطير. تاني كده، الكيراتوسيست شخص خطير، بيحب يسرح شعره وبياكل جبنة، تمام، وعايز يعيش في جزر هاواي. تاني كده، شخص خطير. طبعا احنا عارفين اودونتوجينيك كيراتوسيست انا كنت بشكر فيه قوي، فشخص شبه ده كان خطير. هذا الشخص الخطير يا شباب ماله؟
بيسرح شعره، وبكتبها لكم بالعربي عشان تعملوها معايا، وبياكل جبنة، وكمان يا دكاترة عايز يعيش على جزر هاواي. طماع قوي، عايز يعيش على جزر هاواي. فاحنا عايزين نطلع من كل دول واحدة. بالنسبة يا شباب اللي بيسرح شعره، لان اليومن بتاعته بيكون فيها سيرم، تمام، وبياكل جبنة، لان برضو يا شباب اليومن بتاعته كان فيها تشيزي ماتريال، تمام، حاجة زي الجبنة كده، تشيزي ماتريال او تشيزي لايك ماتريال، تمام. طب عايز يعيش على جزر هاواي، لان الكونكتيف تيشو بتاعه دكاترة كان فيه ابيسيليال ايلاندز. فانت تفتكروها بالمنظر ده. الاودونتوجينيك كراتوسيست عباره عن شخص خطير كان بيسرح شعره بالسيرم، وكان يا دكاتره بياكل جبنه، يعني كان اليومن بتاعته فيها تشيز لايك ماتيريال. وكمان يا شباب راجل طماع عايز يعيش على جزر هاواي، اللي هو كان الكونكتيف تيشو بتاعه كان فيه ابيسيليال ايلاندز. فدي كده برضو تجميعه كنت حبيت اعملها ليكم. اتفقنا؟ حاولوا توسعوا خيالكم، الاورال باثولوجي محتاجه خيال واسع شوية. اتفقنا؟ بس كده دكاترة، دي كل حاجة كنت حابب اعملها عن التجميع بتاعت صاحبك اللي هو سيست. لو حد عنده اي اضافات يقدر طبعا يضيفها تحت في الكومنت، وانا ان شاء الله هنزلها عندي، وهنزلها على جروب التليجرام وقناة التليجرام، اوكي، عشان برضو اي تجميع زيادة بتفيد الطلبة مهمة بالنسبة لي ان انا انزلها. اتفقنا؟ ننهي بقى شغل التجميعات ونخش على الشغل الجميل قوي، تجميعات السيست والبصمجة بتاعت السيست. يلا بينا. يلا دكاترة عشان افكركم على السريع بالسيستات اللي معنا. احنا عندنا رد ار راديكولر او، هيكون عبارة عن اودونتوجينيك كراتوسيست. الدي عبارة عن الدنتجرس، والاي عبارة عن ايربشن. ال سي لاتر بريدونتال والكالسيفاينج. ان ان نيزو بلاتين ونيزو ليبيال. ام ام ميديان بلاتين وميديان مانديبولر، تمام. بعد كده جي جي هيكون الاثنين الاخوات، جينجيفال سيست اوف نيوبورن وجينجيفال سيست اوف ادلت. بعد كده عندنا ساب اس عباره عن الاستافن، فاكرين الاستافن بون سيست بتاع الاستاتيك بتاع السب مانديبولار جلاند، فاكرين. الاي عباره عن انيوريزمال، البي عباره عن برينكيال كليفت. بعد كده الدي عباره عن الديرمويد والابيديرمويد لو تفتكرهم. عندنا التي عباره عن التروماتيك. عندنا الجي عباره عن الجلوبيولو ماكسيلاري، وعندنا التي هي عباره عن السيروجلوسال. بفكركم على السريع بالانواع اللي احنا اخذناها قبل كده. اول حاجه معانا وهي الراديكولار سيست، هيجي لك سلايد شبه ده في الامتحان العملي، هيجيب لك ممكن الشكل ده الهيستوباثولوجي من غير الكلينيكال ومن غير الراديولوجي فيتشر، المفروض تعرف تحدده. ممكن بقى انت محظوظ يجي لك دي معاها، ممكن يجي لك الاثنين معاها، تمام. احنا بنعرفها ازاي؟ سيبك من دي، الكلينيكال بريزنتيشن دي ما بتوضحش قوي. خلينا مثلا في الاكس راي دي، انا شايف قدامي ايه؟ انا شايف قدامي ان في هنا روت كانال تريتمنت سيء جدا جدا، يعني حشو عصب قبيح سيء. فطبعا يا شباب هينتج بقى الحوارات اللي احنا عارفينها، جرانيلوما والمشاكل البيري ابيكال وكل الكلام ده، فنتج هذا السيست. السيست ده عباره عن ايه؟ عباره عن، يلا حد يقول معايا، راديكولار سيست او بيري ابيكال راديكولار سيست. ليه؟ لان هنا يا شباب السنه دي انفايتال، وكمان الشخص اللي عمل الروت كانال تريتمنت ده عمله بشكل سيء، ففي بكتيريا وفي مشاكل كتير نزلت لتحت عند البيري ابيكال، فنتج تكوين هذا السيست. فعرفنا دلوقتي شكل ده عامل ازاي. هقول لكم على حاجه، اول ما تشوفهم روت كانال تريتمنت في سنه والروت كانال تريتمنت ده سيء جدا بالمنظر ده، على طول اول اختيار ممكن يجي في بالكم هو عباره عن الراديكولار، تمام. تمام. طب بالنسبه لدكاتره الهيستوباثولوجي، الهيستوباثولوجي بتلاقوا الشكل بتاعها عامل كده، عامل زي الابر بالظبط. اول ما تشوف ابر بيضة بالمنظر ده يا دكاتره، وده الشكل الوحيد اللي في المنهج كله هتلاقوا في المنظر ده، بتلاقي فيه منظر الابر، ابره. عارفين شكل الابره؟ اول ما تشوفوا ابره بيضة يبقى ده على طول راديكولار سيست، ده منظر مشهور به راديكولار سيست، ما فيهاش اكتر من كده، تمام. تمام. نخش على اللي بعده. اللي بعده يا شباب عباره عن الاودونتوجينيك كيراتوسيست. الاودونتوجينيك كيراتوسيست يا دكاتره ده المنظر بتاعه بيجي لكم بالطريقه دي. ايه اللي انا شايفه قدامي بالنسبه للاودونتوجينيك كيراتوسيست؟ انا شايف قدامي ان في واحده هنا بس مصغر شويه، هنا يا شباب السلايد بس مكبر شويه، عامل تزويم مزوم، تمام. خلونا كده، هنا يا شباب مصغر شويه اما هنا مزوم. هنعمل كده وهكبرها لكم في المونتاج. شايفين المنظر عامل ازاي؟ لما يجيكوا يا شباب شكل عامل زي الامواج بالطريقه دي، موجه 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 موجه، اول ما تشوف المنظر ده، ده اودونتوجينيك كيراتوسيست. اودونتوجينيك كيراتوسيست عامل زي الامواج، ما فيهاش غير كده، مش عايزكم تعرفوا عنها غير كده، عامل زي الامواج، تمام. وبتلاقوا برضو الكور ديت، دي حاجه عامله زي البيضه، دي حاجه عامله زي شكل الاوفويد، دي حاجه عامله زي الشكل بتاع الفايبروبلاست.
فدي اشكال على ما اعتقد حاجه شبه كده ما جاتش قبل كده خالص، ما بيجيش. اللي بيجي هو المنظر ده، بتلاقوا الشكل المموج ده. اوكي تمام، نخش على اللي بعده. ده عباره عن اودونتوجينيك كيراتوسيست. الاودونتوجينيك كيراتوسيست عامل زي الامواج. نخش على اللي بعده الا وهو الدنتجرس. بس قبل الدكاتره ما نخش على الدنتجرس، ممكن نشوف الاكس راي دي كلنا عارفينها. اول ما تشوف المنظر ده، شايفين المنظر ده عامل ازاي الاكس راي؟ ده الاودونتوجينيك كيراتوسيست اللي انا كنت بقول عليه الشخص المجنون، فاكرين؟ شايفين عامل ازاي؟ شايفين عامل ازاي؟ هنا مش باينه، هنا شايفين باينه ازاي؟ ماشي في اتجاه يا دكاتره انتيريور بوستيريور دايمنشن، ودي المشكله اللي فيه، ان هو بيفضل شغال وبيحصل ليه جروس ومش باين بالنسبه لي، لان لو حصل ليه باكو لينجوال دايمنشن بيبان، فاهمين؟ فصوره الاكس راي دي ممكن تيجي مع الهيستوباثولوجي، تمام؟ صعب يجيب لك دي لوحدها وصعب يجيب لك دي لوحدها، بيعمل ايه؟ هيقوم جايب الاثنين مع بعض وانت بتعرف على طول، شكل عامل زي الامواج مع في كده منطقه طويله ماشيه بامتداد كده ريديليوسنت، تعرف على طول ان هي عباره عن الاودونتوجينيك كيراتوسيست. بعد كده دكاتره بنخش على اللي بعده الا وهو الدنتجرس سيست. فين شكلها عامل ازاي؟ في الاكس راي طبعا واضحه جدا، واضح جدا ان السنه دي انربتد وحواليها هذه المنطقه ريديليوسنت، دي على طول الدنتجرس سيست. فالدنتجرس سيست يا دكاتره سهله جدا بالنسبه للاكس راي، اما لو جاب لك الهيستوباثولوجي بس فالموضوع ممكن يكون صعب. طب انا عايز اعرفها، شوفوا يا شباب شايفين الفقاقيع الغامقه دي؟ اول ما اشوف الفقاقيع الغامقه دي وفوقها شعر بعرف على طول ان هي دنتجرس. الموضوع بيكون صعب في الاول ان انتوا تحفظوها، بس لما تبصوا للكلام ده مره في الثانيه في الثالثه اكتبوا معايا، لما تبصوا للكلام ده مره في الثانيه في الثالثه تحفظوه غصب عنكم، لان مطلوب منكم. اول ما تشوفوا الشكل ده يا دكاتره عباره عن فقاقيع سوداء وفوقها الشعر ده، بتعرف على طول ان هي عباره عن دنتجرس سيست. تمام، يبقى دنتجرس سيست عباره عن فقاقيع غامقه عليها شعر، اتفقنا؟ زي الفل. ده بيكون الشكل بتاعها، وطبعا الاكس راي بتاعها لو جه هيوضح الامور كتير. ده الشكل بتاعها في الاكس راي. تعالوا نخش على اللي بعدها. اللي بعدها يا شباب هو الايربشن سيست. الايربشن سيست يا دكاتره طبعا شكلها معروف جدا بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن. لو جات لي كده من غير ما ابص هنا بقوم على طول يا دكاتره مختار ان هي عباره عن ايربشن سيست، لان الشكل ده كلنا حافظينه. طب افرض بقى حبوا يرخموا شويه وجابوا لكم يا دكاتره المنظر ده من غير ايه؟ من غير صاحبك اللي هو الكلينيكال برزنتيشن. طب انا هعرفها ازاي؟ والله يا دكاتره حاجه شبه كده صعبه شويه، ولكن احسن حاجه كنت عملتها ليها ان هنا عارفين انتوا الشكل بتاع الخفاش، الدماغ بتاعت الخفاش بيكون عامل كده. بالنسبه للربشن بتلاقوا الشكل بتاعه يا دكاتره عامل كده، عارفين الدماغ او الودان بتاعت الخفاش نفس الشكل بالظبط اهي، شكلها عامل كده. اول ما تشوفوا دكاتره المنظر عامل كده فبتختاروا على طول ان هو عباره عن ايربشن سيست. تمام، انا شايف تجميعات النهارده لحد دلوقتي صعبه، الوقت ندخل على تجميعات سهله وحلوه جدا، يعني البصمجه اللي جايه اسهل من دي، بس اول اربعه هم اصعب اربعه لان مش واضحين قوي. تعالوا نفكركم مع بعض ايه اللي احنا اخدناه. احنا اخدنا اول نوع دكاتره اللي هو عباره عن، يلا عباره يا شباب عن الراديكولر. الراديكولر كنا بنقول فيه ان هو عامل زي اهي، عامل زي ايه يا دكاتره؟ عامل زي الابر البيضاء. تمام، شايفين المنظر عامل ازاي؟ زي الفل. نخش على المنظر اللي بعده. المنظر اللي بعده يا دكاتره بتاع الاودونتوجينيك كيراتوسيست. الاودونتوجينيك كيراتوسيست يا دكاتره زي ما انتم شايفين كده، ايه المنظر اللي قدامي؟ المنظر اللي قدامي يا دكاتره ان هو عباره عن حاجه زي الامواج، مموج، شكل مموج اهو يا دكاتره. ولو جاب لك ان هي مش متزومه قوي فبتلاقوا حاجه شبه البيضه، وهنا حاجه زي شكل الاوفويد، وهنا يا شباب حاجه زي الفايبروبلاست، الشكل بتاع الفايبروبلاست. تمام، ده بالنسبه للثانيه. ده الاكس راي بتاعها بتاع الاودونتوجينيك كيراتوسيست، واضحه جدا وسهله. بعد كده يا دكاتره ده الشكل الثالث اللي معانا. الشكل ده يخص مين؟ يخص الدنتجرس سيست. بلاقي فقاقيع غامقه وعليها شعر، احفظوها كده، دنتجرس فقاقيع غامقه عليها شعر. اكتبوا الكلام ده بالترتيب وهتبصوا للورقه مره واثنين وثلاثه هتحفظوا الكلام ده. وطبعا الاكس راي بتاعتها واضحه جدا وسهله. هنخش يا شباب على الرابعه. الرابعه عباره عن الايربشن سيست. شايفين الايربشن سيست عامله ازاي؟ بلاقي ايه؟ بلاقي المنظر ده، واخدين بالكم؟ بلاقي المنظر ده، بلاقي حاجه عامله زي الودان او بيسموها الودان بتاعت الخفاش. تمام، ده الشكل بتاعها. يبقى كده اول اربع انواع معانا اللي هي بتاعت رد. صعبه، انا عارف ان هي صعبه، وحتى البصمجه اللي فيها مش احسن حاجه. تعالوا بقى نشوف بدايه من اللي جاي، هتلاقوا بصمجه حلوه وزي الفل. هنا يا شباب هنبدا بالجينجيفال سيست اوف نيوبورن.
الجنجفال سيست اوف نيوبورن هنا يا دكاتره شايفين عامله ازاي. انا شايف قدامي هنا كلينيكال برزنتيشن بتاعتها معروفه جدا وسهله، لو جات لي بالمنظر ده هقدر احددها على طول. اما بقى يا شباب لو ما جاش لي الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها وجابت لي الهيستوباثولوجي بس هقدر احددها؟ ايوه هتقدر تحددها. ليه؟ لان المنظر بتاعها دكاتره عامل ازاي، بيضه طالع منها بيضه، او طفل طالع منه طفل، او جنين طالع منه جنين. مش انا بقول لك جينجيفال سيست اوف نيوبورن؟ تمام. فهنفتكر على طول ان في هنا كوره طالع منها كوره تانية، مدفع بيطلع كوره، ايا كان المهم حاجه طالع منها حاجه. تمام، خلوها بيضه طالع منها بيضه، طفل طالع منه طفل، ازاي ما اعرفش مشوها كده. تمام، فبالنسبه لدكاتره للجينجيفال سيست اوف نيوبورن هتقولوا كوره مخلفه كوره زي الفل. تمام، يبقى الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها سهله قوي. تعالوا نخش على اللي بعدها، ده عباره عن الجينجيفال سيست اوف ادلت، كلنا عارفينها. هنا يا شباب المنظر ده معروف بتاع الجينجيفال سيست اوف ادلت، فاكرين ده اللي بيكون موجود عند القناين والبريمولر؟ تمام، برضو المنظر ده موجود في الجينجيفا، فهتفتكر على طول ان هو عباره عن الجينجيفال سيست اوف ادلت. طب لو ما جابش ليا الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها هقدر احددها ازاي؟ بتلاقوا يا دكاتره هنا كده دي صعبه تيجي، ده مستحيل تيجي، بس خلونا في الشمال دي. هنا يا شباب بتلاقوا حاجه عامله زي البذره، عارف انت الناس اللي بيزرعوا في الاراضي بيحطوا البذره والبذره بتبدا تزرع، هنا نفس الفكره بالظبط. انا شايف قدامي ايه؟ انا شايف قدامي ان دي عباره عن البذره والبذره بدات تزرع. هي يا دكاتره انا عامل بذره والبذره بدات تزرع، تمام؟ اهي بذره وبدات تزرع، دي على طول عباره عن الجينجيفال سيست اوف ادلت. تمام، يبقى هنا يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن بذره بدات تزرع زي الفل. تمام، يبقى الاثنين دول عباره عن كوره مخلفه كوره وبذره بدات تزرع، ده الجينجيفال سيست اوف ادلت والجينجيفال سيست اوف نيوبورن. تمام، نخش على اللي بعده. لو خدتوا بالكم لو جابوا ليكم الهيستوباثولوجي بس الموضوع بيكون صعب شويه، مش لطيف ومش سهل. من عشان كده السلايد اللي بيكون فيه هيستوباثولوجي مصاحب الكلينيكال برزنتيشن او راديولوجي فيتشر بتسهل الامور كتير، بتسهل الامور كتير. نخش على اللي بعده وهو اللاترال بيريدونتال. بالنسبه لدكاتره اللاترال بيريدونتال ده فالمنظر اللي معانا بيكون عامل ازاي؟ بالنسبه للاكس راي معروف جدا اللي هو الشكل ده يا دكاتره، ايوه كان عامل زي الاي دروب. تمام، اللاترال بيريدونتال كان عامل زي الاي دروب، دي حاجه معروفه وموجود هنا اهو يا دكاتره ما بين القناين وما بين الفور، ده اللور قناين وده اللور فور، زيه زي الجينجيفال سيست اوف ادلت. كنا اتفقنا في النظري الاثنين اخوات، ولكن ده بيكون موجود في البون، اما الجينجيفال سيست اوف ادلت من اسمه موجود في الجينجيفا. ده بالنسبه للاكس راي، سيبكم منها. طب بالنسبه للهيستوباثولوجي لو جات لي كده ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ عارفين قناه فالوب اعتقد اسمها كده اللي هي الفالوبيان كانال بتاعه الرحم، عارفينها بيكون شكلها عامل كده. اللاترال بيريدونتال بتلاقوا شكلها عامل كده، وهنا موجود البويضه، فاكرين الشكل؟ هي نفس الشكل بالظبط اهي، هي عامله زيها. اول ما تشوفوا حاجه عامله زي قناه فالوب وهنا اعتبروا البويضه موجوده، اول ما تشوفوا المنظر ده تعرفوا على طول ان هي عباره عن لاترال بيريدونتال سيست. مشوها كده دي احسن حاجه. يبقى اللاترال بيريدونتال سيست اول ما اشوف حوار قناه فالوب ده بعرف على طول ان هي عباره عن لاترال بيريدونتال. يبقى دي قناه اعتقد كان اسمها كده قناه فالوب اعتقد. تمام، نخش على اللي بعدها يا دكاتره. ده بالنسبه للاترال بيريدونتال. اللي بعدها دكاتره عباره عن الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست اللي هي جورلين سيست اللي بيكون فيها يا شباب الجوست سيلز. ايه اللي انا شايفه قدامي؟ بالنسبه للاكس راي سهله جدا. ليه؟ لان انا شايف قدام منطقه ريديليوسنت فيها هذه الريديو بيك سبوتس. تمام، اول ما اشوفها بعرف على طول ان هي عباره عن كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. هل ديت ممكن تيجي الهيستوباثولوجي ممكن يجي من غير دي؟ مستحيل، صعب جدا 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 جدا. فحاجه شبه كده دكاتره بتعرفوها على طول من خلال الاكس راي بتاعتها. تمام، تمام. برضو عايز اعرفها، معروف ان اي حاجه كالسيفاينج تحت الميكروسكوب بتكون عباره عن كور بينك، شايفين كور بينك كور بينك. اول ما تشوف حاجه زي كور بينك كده بتختار على طول ان هي عباره عن كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست. دي صعب جدا 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 تيجي من غير الاكس راي بتاعتها. تمام، في دكاتره صور هيستوباثولوجي كتير مستحيل تيجي من غير اكس راي، مستحيل، دي منهم. تمام، نخش على اللي بعدها. يبقى كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست بعرفها من خلال الاكس راي بتاعتها. تمام، نخش على اللي بعدها. مين اللي بعدها؟ اللي هو جلوبيولو ماكسيلاري سيست. جلوبيولو ماكسيلاري سيست يا شباب بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن بتاعته مشهوره جدا جدا جدا. ليه؟ لان معروف هنا بالنسبه للجلوبيولو ماكسيلاري سيست، وقلتها لكم في الاول، قلت لكم قولوا في الكومنتس تحت هي موجوده فين، هجاوبها دلوقتي. هي بتكون موجوده دكاتره ما بين اللاترال الابر لاترال والابر كناين، اهو ده الابر لاترال
وان ابر كناين موجوده ما بينهم، تمام؟ ده بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن بتاعته. خلاص مش هقدر احددها من ده، خلاص هحددها من ده. فاكرين لما كنت بقول لكم الانفرتد؟ حد فاكر الانفرتد ايه؟ بير، انفرتد بير شيب. اهو يا دكاتره الانفرتد بير شيب. طب انا هفتكرها ازاي؟ الانفرتد كون العالمي، فاكرين عالمي اللي هو جلوبيولو، وهنا انفرتد، انفرتد كون العالمي الالماني، فاكرين الكلام ده؟ ده كنا قلناه في النظري. برضو حاجه شبه كده مستحيل تيجي لوحدها، لازم بيجيب معاك كلينيكال برزنتيشن او الاكس راي. الاكس راي باين جدا ان هي عباره عن حاجه زي الكمثره المقلوبه، وهنا برضو الكلينيكال برزنتيشن باين قوي ان هي موجوده فين؟ عند منطقه اللاترال والكناين اهي، تمام؟ ده بالنسبه للجلوبيولو ماكسيلاري. فبرضو الجلوبيولو ماكسيلاري صعب جدا تيجي هيستوباثولوجي، بس بنعرفها من خلال الاكس راي او الكلينيكال برزنتيشن، تمام يا دكاتره؟ تمام. يبقى ده بالنسبه للجلوبيولو ماكسيلاري. طب بالنسبه للي بعده الميديان مانديبولار سيست، دي اسهل واحده فيهم، لان اصلا لما بتجيلك بالاكس راي، تمام؟ او الشكل البانوراما ده. انا شايف قدامي ايه يا دكاتره؟ انا شايف قدامي عند منطقه سنترال لاترال موجود هنا هذه السيست، ده على طول ميديان مانديبولار، تمام؟ هنا برضو نفس الفكره، انا شايف قدامي عند منطقه الميدلاين هنا في حاجه ريديليوسنت موجوده، وهنا موجود انتفاخ اهو، تمام؟ دي بتجيلك من غير هيستوباثولوجي، بيجي لك بالشكل ده، ودي اسهل واحده فيهم. يبقى بالنسبه لي الميديان مانديبولر دي بنعرفها يا شباب خلال الاكس راي، تمام؟ زي الفل. خش على اللي بعده. مين اللي بعده دكاتره؟ النيزوبالاتين داكت سيست. النيزوبالاتين داكت سيست طبعا اول ما نشوف الاكس راي دي بنعرفها على طول. ليه؟ لان احنا عارفين ان هي كانت موجوده قدام الانسيسيف بابيلا، صح؟ يعني موجوده يا شباب عند الاثنين ابر سنترال انسايزورز. اول ما اشوف اكس راي كده عامله زي الهارت شيب، عامله زي القلب اهي، وقلتها لكم عامله زي الهارت شيب، وفي نفس الوقت موجوده عند الابر سنترال انسايزورز الاثنين، بعرف على طول ان هي عباره عن نيزوبالاتين داكت سيست. بعرف على طول ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن نيزوبالاتين داكت سيست. طب حتى لما اجي ابص هنا يا شباب بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن واضحه، وجبناها في المحاضرات النظريه، بيكون موجود عباره عن سيست او سولن موجود عند الانسيسيف بابيلا، اتفقنا؟ يبقى ده بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن بتاعتها والاكس راي. طب بالنسبه للهيستوباثولوجي بتاعتها، شايفين هنا دكاتره هنا حاجه عامله زي الحوت، ولكن الحوت ده مقلوب، يعني ده الحوت اللي موجود معانا عامله زي الحوت المقلوب. اول ما اشوف الشكل ده دكاتره بعرف على طول ان هو عباره عن نيزوبالاتين داكت سيست. فالنيزوبالاتين داكت سيست عباره دكاتره عن ايه؟ عباره عن حوت مقلوب على ظهره، حوت مقلوب على ظهره، ده عينه اهي، لو قلبته هقدر يا دكاتره اعرف ان هو عباره عن النيزوبالاتين داكت سيست، تمام؟ الميديان بالاتين سيست. الميديان بالاتين سيست يا دكاتره لو جات لكم بتيجي في صوره اكس راي ومعاها كلينيكال برزنتيشن بتاعتها، وممكن الهيستوباثولوجي تيجي وممكن ما تجيش، فاكس خالص الهيستوباثولوجي ما بتجيش، تمام؟ عايزكم تركزوا على الاثنين دول. الاثنين دول انا شايف قدامي هنا ميديان بالاتين في انتفاخ موجود في المنتصف، بعيد جدا عن موضوع الانسيسيف بابيلا، فدي مستحيل هتكون عباره عن نيزوبالاتين. النيزوبالاتين يا دكاتره هتكون موجوده هنا كده، النيزوبالاتين بتكون موجوده هنا، اما دي بعيده قوي، ده دخلت لجوه، فدي عباره عن ميديان بالاتين. طب بالنسبه للبانوراما او الاكس راي، شايفين يا دكاتره شكلها عامل ازاي؟ هنا بعيد خالص عن الابر سنترال انسايزرز. في النيزوبالاتين يا دكاتره، في النيزوبالاتين بيكون المنطقه ريديليوسنت اللي هي عامله زي الهارت شيب موجوده عند الايبكس بتاعت الايه؟ الايبكس بتاعت هذه الابر سنترال انسايزرز. اما هنا يا دكاتره لا، بعيده شويه، بعيده خالص، الايبكس اهي ودي بعيده شويه، فده معناه ان هي عباره عن ميديان بالاتين سيست. فالميديان بالاتين سيست برضو بنعرفها من خلال مين؟ من خلال الاكس راي. يبقى احنا عندنا الاثنين الميديان دول بنعرفهم من خلال الاكس راي، تمام؟ عايزكم بس نجمع كل اللي فات، تعالوا نجمعهم عشان ما حدش يتلخبط معايا. احنا اخدنا الاربعه دول وخلصنا منهم، بعد كده خلصنا من الاثنين دول، بعد كده خلصنا من النيزوبالاتين. الوحيد في الصف اللي فوق ده لسه ما خدناهوش هو النيزوليبيال. اهي يا دكاتره دي عباره عن النيزوليبيال اللي موجوده معانا. هل يا دكاتره الهيستوباثولوجي بتاعتها موضحه حاجه؟ لا خالص. عايزكم تبصوا كده الهيستوباثولوجي دي والهيستوباثولوجي دي، دي بتاعت الميديان بالاتين ودي بتاعت النيزوليبيال. هل دي تقدر تميزها عندي؟ ما فيش خالص، ما اقدرش اميز ما بينهم. من عشان كده مستحيل تجي لك في الهيستوباثولوجي. بيجيب لك ايه بقى؟ هيجيب لكم يا دكاتره هنا الكلينيكال برزنتيشن ومعاه الاكس راي، تمام؟ اما دي دكاتره بالنسبه للنيزوبالاتين بيجيب لك الكلينيكال برزنتيشن بس، بتلاقي الانتفاخ المعروف اللي موجود هنا نيزوبالاتين، اتفقنا دكاتره؟ زي الفل. يبقى النيزوبالاتين بعرفها من خلال الكلينيكال برزنتيشن. طبعا الكلام اللي موجود ده مش مظبط قوي، يعني كله داخل في بعضه، بس عايزكم ترتبوها معايا، همسحها على السريع ونرتبها مع بعض عشان نخش على الصف اللي تحت، وبعد كده خلصنا فيديو النهارده.
والله يا دكاتره هقول لكم قصه حزينه قوي، ان انا قعدت اصور واتكلم واعمل كل حاجه والكاميرا مش شغاله. المهم للاسف الشديد ده بيحصل احيانا وحواري عصب. انا كنت عملت كل ده وخلصت وقفلت وماشي عشان رايح مشوار، فالحمد لله يعني زي ما انتم شايفين كده. المهم انا ظبطت الكلام هنا وانا بشرح. فالوقت يا دكاتره احنا عندنا ايه بالظبط؟ احنا عندنا كل اللي فوق دول رد ال سي 2 ان 2 ام 2 جي. الرد الار كان شكلها يا شباب عامل زي الابر، تمام. بالنسبه للاو كان عامل زي الامواج. بالنسبه للدي اللي هو الدنتجرس كان عامل زي الفقاقيع، الغمه اللي بيطلع منها شعر. بالنسبه لي الاي اللي هو الايربشن كان من تحت كده حاجه عامله زي ودان الخفاش بالظبط كده. الرد واتفقنا ان هي صعبه شويه، بس هنحاول نمشيها كده لان دي اقرب حاجه ممكن نعملها لها. بعد كده عندنا ال سي لاترا بيردونتال، كان شكلها عامل زي قناه فالوب. اوكي، بالنسبه للكلاسيفاينج ما بعرفهاش غير من خلال الاكس راي. وفي الهيستوباثولوجي كان بيكون في كور كده بامبي، اول ما اشوف الكور البينك شويه دي بعرف على طول ان هي بتدل على حاجه كالسيفاينج، تمام. بعد كده دكاتره عندنا الاثنين الان نيزو بلاطين، كان حاجه زي الحوت المقلوب بالظبط. اما بالنيزو ليبيا يا شباب والميديم بلاطين، الاثنين دول بعرفهم من خلال الكلينيكال برزنتيشن بس. النيزو ليبيال بيجي لي الشكل يا شباب بتاعه بيكون في انتفاخ كده، هي دي. اما بالنسبه للميديم بلاطين فبيكون في انتفاخ في نص البلد كده، تمام. وفي الاكس راي برضو عارفينها بيكون بعيد شويه عن السنترال انسايسوس. اوكي، بعد كده عندنا هنا ميديان مانديبلر، بيكون هنا اكس راي يا شباب معروف الاكس راي بتاع الميديم مانديبلر هنا، تمام. بعد كده عندنا الاثنين الجي، كوره بتخلف كوره يبقى على طول نيوبورن، نيوبورن كوره بتخلف نيوبورن، كوره بتخلف كوره نيوبورن. طب بذره بدات تنبت عباره عن جينجيفاسيست اوف ادلت، والله سهله. هتجمعوا كل الكلام ده وتكتبوه قدامكم وهتبصوا ليه الكلام ده، هتبصوا للسلايدز البي دي اف يا شباب بتاعت السلايد، وحتى بي دي اف بتاعت المذكرات النظريه كلها موجوده على قناه التليجرام. الرابط بتاع التليجرام كنت حطيته تحت قبل كده والناس كلها دخلت، اللي ما دخلش هنزل لكم ان شاء الله الرابط تحت عشان تدخلوا من الجروب بتاع التليجرام وتتفرجوا على السلايدز دي ويكون معاكم مذكرات النظريه. انا كده خلصت الصف اللي فوق وسهل جدا، يلا عشان نتكلم بقى عن الصف اللي تحت. الصف اللي تحت يا دكاتره بشوف هنا اول حاجه وهي السيروجلوستال تراكت سيست. السيروجلوستال فاكرينها؟ ايوه، بيكون في انتفاخ كده موجود عند منطقه الميد لاين، فاكرينها يا دكاتره؟ فهي بيكون موجوده بالشكل ده السيروجلوستال تراكت سيست. ده المنظر بتاع الكلينيكال برزنتيشن بتاعها معروف جدا وسهل جدا. طب بالنسبه للهيستوباثولوجي فيها حاجه مميزه قوي، ايه هي الحاجه المميزه دي؟ انا شايف هنا دكاتره حاجه عامله زي فقرات الظهر، شايفين الفقره فقره 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 فقره، فبيكون يا شباب الشكل عامل زي دي بالظبط. بلاقي المنظر ده فقره 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 فقره، اول ما اشوف الشكل ده عباره عن سيروجلوستال تراكت سيست، سهله جدا وجميله. حلو، نخش على اللي بعده اجمل واسهل. فاكرين البرينكيال كليفت سيست اللي هي كانت عباره عن السيرفايكال ليمفو ابيثيليال سيست، كان في انتفاخ هنا ممكن يوصل ل 10 سم موجود هنا في المكان ده، اهي يا دكاتره شايفين. طب بالنسبه لي الهيستوباثولوجي بتاعتها جميله جدا، اسهل واحده فيهم كلهم. بلاقي الشكل يا شباب عامل زي البحر الاحمر، شايفين البحر الاحمر عامل ازاي؟ طب انا عايز افتكرها، البحر الاحمر دكاتره كان ماشي بالشكل ده، كان عباره عن حاجه زي المستطيل، ولكن حصل هنا كليفت، فالكليفت ده عمل ليا المنظر بتاع البحر الاحمر المعروف ده. فافتكروا برينكال كليفت بحر احمر، برينكال كليفت بحر احمر، اتفقنا؟ يبقى ده بالنسبه لبرينكال كليفت وسهله جدا وبسيطه. يبقى اخدنا اتنين حلوين قوي، اخدنا برينكال كليفت جميله واخدنا السيروجلوسال جميله زي الفل. خش على اللي بعده، الدرمودي احنا كنا قلناها قبل كده في الفيديو بتاع الاوستيومايلايتس كنت وريتها لكم. الدرمودي دكاتره بيكون شكلها عامل زي المخ، فاكرين دكاتره المخ ده؟ اول ما اشوف الشكل بتاع المخ ده او المخ اللي هنا ده البرين يعني بعرف على طول ان هو عباره عن ايه، ان هو عباره عن درمويد. فالدرمويد مخ، افتكروا بقى درمويد عباره عن مخ، تمام يا دكاتره. وحتى لو شفتوا الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها بتلاقوا ان الفلور اوف ذا ماوس مرفوعه لفوق منتفخه، لان احنا عارفين الدرمويد والابيدرمويد بيكونوا موجودين في المنطقه بتاعت الفلور اوف ذا ماوس، عارفينها من المحاضره النظري. فاول ما تشوفوا الكلينيكال برزنتيشن دي الفلور اوف ذا ماوس مرفوعه بالمنظر ده ورفع التانك عامله مشكله للتانك، فبعرف على طول ان هو عباره عن درمويد، تمام. الدرمويد سهل جدا، يبقى احنا هنا عندنا المخ، تمام، عندنا هنا موضوع الكليفت بتاع البحر الاحمر، عندنا هنا الفقرات الظهريه، سهله جدا 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 جدا. طب بالنسبه للدكاتره اللي بعده هو صاحبك ده، مين ده؟ هو التروماتيك. التروماتيك يا دكاتره من خلال الاكس راي مش هيوضح قوي، طب من خلال الهيستوباثولوجي شكله معقد قوي، ولكن في لقطه كده فيه اول ما اشوفها بعرف على طول ان هو عباره عن التروماتيك، شايفين المنظر ده؟
عامل زي ايه؟ عامل زي التنين بالظبط. شايفين الدكاتره عامل زي التنين بيطلع لهب كده من دماغه من فوق. فاول ما تشوف المنظر ده اللي عامل زي التنين بتعرفه على طول ان هو عباره عن تروماتيك. فانتوا هتفتكروا يا دكاتره تروماتيك تنين، تروماتيك تنين، تي تي، تروماتيك تنين. تمام، ده بالنسبه للتروماتيك. اللي بعده الا وهو الانيوريزمال. فاكرين لما كنت بقول لكم في المحاضره النظريه ان الانيوريزمال انا ورده، انيوريزمال انيوريزمال، واحده بتشكر في نفسها بتقول انا ورده. في الهيستوباثولوجي عندنا هذه الورده، هي مش ورده، هي ورقه شجر بس هتشبهوها بالورده. بتلاقي ورقه الشجر يا شباب اللي عامله بالمنظر ده، شايفين دي؟ هي دي. فانيوريزمال اول ما تشوفوا الحاجه اللي عامله زي الورده دي بتعرفوا على طول ان هي عباره عن ايه؟ انيوريزمال بون سيست. تمام، زي الفل. خش على اخر حاجه الا وهي الاستافن بون سيست. الاستافن يا دكاتره لو تفتكروا اللي هي كانت استاتيك، اللي هي كانت تخص الصب مانديبولار جلاند تيشو، اللي حصل لها انتربمنت في البون فعملت هذه الديبريشن. فاكرين اول ما اشوف دي او اشوف يا دكاتره الاكس راي بتاعتها المنطقه ريديليوسنت دي بعرف على طول ان هي عباره عن الاستافن. تمام، سهله جدا وبسيطه. اللي بيذاكر المحاضرات النظريه يقدر يعيش ويتعايش مع الكلام ده. زي ما انتم شايفين الجزء ده لامم كل حاجه متعلقه بالسيستات. السيست العملي انتهى زي الفل يا دكاتره. والله الامور بسيطه وسهله. حاولوا تكتبوا الكلام ده، هتبصوا له مره في الثانيه في الثالثه مع بصكم للسلايدز العملي اللي هتنزل ان شاء الله او موجوده اوريدي على القناه بتاعت التليجرام. هتبصوا هنا وهتبصوا هنا هتلاقوا الامور بسيطه وسهله زي الفل يا دكاتره. تمام قوي. ان شاء الله الشطر الجاي هيكون عباره عن الاودونتوجينيك تيومرز، هيتشرح على ثلاث محاضرات حد تلات خميس، وهيكون في محاضرة عملية بتاعته هتكون إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. الأسبوع الجاي هيكون مضغوط شوية وصعب، بس عشان عايزين ننجز منهج الترم الأولاني قبل 5/12 كده أو 10/12، أنا عايز أخلص بدري عشان أمور خاصة بي أنا، أوكي يا دكاترة؟ فبإذن الله الأمور هتبقى بسيطة وسهلة، المنهج كامل هيكون خلصان إن شاء الله على 10/12 كده، يعني هانت أهي. إن شاء الله دكاترة شابتر أودونتوجينيك تيومرز هيكون سهل جدا وبسيط، نفس الشابتر بتاع السيست ولكن على أسهل شوية. هتفهموا معايا، هتشغلوا دماغكم معايا، هتلاقوا ان شاء الله الامور بسيطه وسهله. اشوفكم ان شاء الله يا شباب الشطر اللي جاي. يلا سلام.